كنو توكس. أهلا بكم متابعي كنو توكس. سنتعرف في هذه الحلقة على كيفية إظهار كاميرات المراقبة الخاصة بنا المتواجدة في البيت أو في العمل على الشبكة المحلية وإظهارها على برنامج VLC. الأمر بسيط جدا، كل ما سنحتاجه هو التوفر على الأدرس IP الخاص بجهاز العرض أو جهاز DVR الخاص بالكاميرات أو إدارة الكاميرات، ومعرفة العنوان البور أو البوابة التي يتخذها هذا الجهاز. سنفتح برنامج VLC وسنلصق هذا الكود أو هذا النص. هذا النص كل ما سننسخه كما هو، ثم سنعدل على الأدرس IP. مثلا أنا قمت بتحديده أو بتثبيته في هذا العنوان 192 نقطة 168 نقطة 1 نقطة 80، والبوابة هي 554. ثم كام تبقى كما هي، ريال مونيتور يبقى كما هو بنفس الرموز، شانيل هنا نغير رمز الشانيل، مثلا الكاميرا رقم 4، رقم 3، رقم 1، رقم 5، أي نوع من الكاميرا أريد، وباقي السطر يبقى كما هو. نقوم بمسخه، كوبي، ثم نأتي إلى VLC، إلى ميديا، Open Network Stream، ثم إلى هنا نقوم بلصق هذا العنوان، ثم Play. وهكذا ظهرت معنا الكاميرا. لتغيير طريقة العرض نضغط على A على الكيبورد لتغيير طريقة العرض. نريد إضافة كاميرا أخرى، Open، نغير من الشانيل، أغيرها إلى مثلا 3، ثم Play، سيغيرها إلى كاميرا أخرى مرة أخرى، Open، غير إلى كاميرا أخرى 2، ثم سيغيرها إلى كاميرا أخرى. بهذه الطريقة البسيطة يمكن عرض كاميرات المراقبة على حاسوبك، ويمكنك التسجيل أيضا من خلال النقل على هذه الأيقونة ريكورد، سيتم تسجيل كل ما يتم عرضه على VLC. لإظهار هذه الخصائص المتقدمة نأتي إلى View و Advanced Controls. إذا أظهرنا قائمة التشغيل الخاصة بنا سنجد أن الكاميرات الثلاث التي أدخلنا كلها متواجدة. لا نريد في كل مرة أن نقوم بإدخالها بشكل يدوي، نقوم بحفظها على شكل ملف. نأتي إلى نضغط هنا بزر الفأرة الأيمن على القائمة، ثم Save Playlist to File، ثم نقوم نختار لها عنوان كام مثلا Document، ونختار Save. إذا أغلقنا البرنامج ثم أتينا إلى Document سنجد البرنامج هنا، نقرتين سيفتح برنامج مباشرة بالكاميرات التي قمنا بتحديدها ونغير كما نشاء في هذه الكاميرات. أمر مهم، أنا الكاميرات قمت بإعدادها مسبقا فلم يطلب لي كلمة سر الآن، لكن في إعدادك الأول سيطلب لك الاسم وكلمة السر الخاصة بجهاز إدارة الكاميرات. إذا وجب إدخاله في المرة الأولى سيطلب منك هل تريد حفظ هذه الإعدادات أو لا تريد حفظها، أي سيقوم بطلب كلمة المستخدم وكلمة السر أيضا في كل مرة. أتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم. شكرا لكم وإلى اللقاء.